بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا ذا المن ولا يمن عليه، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، لا إله إلا أنت زهر اللدين وجار المستجرين وأمان الخائفين. اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شكيا أو محروما أو مطرودا أو مكترا علي في الرزق فاحمل اللهم بفضلك شكاوتي وحرماني وترضي واكترار رزقي وثبتني عندك في أم الكتاب صيدا مرزوقا موفقا للخيرات، فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. إلهي بالتجلي العظيم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم، أن تكشف عنا من البلاء والبلواء ما نعلم وما لا نعلم، وأنت به أعلم، إنك أنت العز الأكرم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.